مثل ما عارفين منصات التواصل حاضرة ترامب بعد ما اتهمته بتأجيج العنف في أحداث الشغب اللي صارت في الكونغرس. ترامب من وقتها وهو بتوعد وبيهدد، لكن الشهر الماضي أعلن الحرب رسميا على المنصات الثلاث فيسبوك وتويتر وجوجل ورؤسائهم التنفيذيين كمان، وكشف عن رفعه قضية. خلينا نتذكر إيش قال. I stand before you this morning to announce a very important and very beautiful, I think, development for our freedom and our freedom of speech, and that goes to all Americans. Today, in conjunction with the America First Policy Institute, I'm filing, as the lead class representative, a major class action lawsuit against the big tech giants, including Facebook, Google, and Twitter, as well as their CEOs, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, and Jack Dorsey. Three real nice guys. هذا الإعلان زي ما قلنا كان في أول يوليو، ويبدو أن ترامب حسم أمره. في اليوم في أنباء أن الرئيس الأمريكي السابق طلب من قاضي في فلوريدا أنه يصدر أمر قضائي يجبر فيه يوتيوب أنهم يرجعوا له قناته، لأنهم بالحظر بيهددوا مستقبله السياسي. فحسب محامي ترامب بيعتبر أنه منعه من استخدام يوتيوب حيهدد ويضر بمستقبله كمرشح سياسي محتمل في المستقبل وللحزب الجمهوري ككل. مو بس كده، فكمان بيشوف في الأمر القضائي نعمة ودعم كبير لجهوده في جمع التبرعات عن طريق اليوتيوب إذا رفعت الحظر عنه، علما أنه ترامب ممنوع إلى أجل غير مسمى في المنصة. على فكرة كمان خليني أقول لكم أنه كل هذا الكلام نشرته صحيفة نيويورك بوست نقلا عن محامي ترامب تحديدا. كمان محاميين ترامب أكدوا أنه هذه الإجراء أو هذا الإجراء لن يقتصر على يوتيوب، وأنه خلال الأسبوعين الجايين حيطالبوا بإصدار أمر قضائي بحق تويتر وفيسبوك أيضا، وحيسووا نفس الشيء معهم. وبالمناسبة يوم الخميس وجه ترامب ضربة لتويتر وانتقدهم خلال مقابلة مع نيوز ماكس، وقال لهم كلام بما معناه كذا أنه يعني التغريد حلال على طالبان وحرام علي أنا. Killers and muggers and dictators and horrible dictators and countries, and they're all on. But the president of the United States, who had hundreds of millions of people, by the way, he gets taken off.